حاليا وانا بكلمك دلوقتي في اكتر من 90 رئيس دولة بيستعدوا لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ في حدث ما حصلش زيه في تاريخ مصر كلها، ولكن انا بقى ما يفرقش معايا في 90 رئيس دول غير واحد بس، وهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، احتمال بنسبة 70% واكتر يحضر قمة المناخ في شرم الشيخ، وده لو حصل هيكون بداية لنهاية الحرب الروسية الاوكرانية اللي مدمرانا كلنا. وهنا يجي سؤال منطقي، هي مصر هتستفيد ايه من استضافة اكتر من 90 رئيس دولة على ارضها؟ وايه الدور اللي عايز تلعبه مصر سياسيا في الكام سنة اللي جايين، وخصوصا مع الازمة اللي بيمر بيها العالم دلوقتي، هتستفيد منها ازاي؟ وفي مشاريع كتير بتتنفذ وهتتنفذ في الفتره اللي جايه دي، وده حسب التصريحات اللي طلعت في المؤتمر الاقتصادي الاخير. قال له والمؤتمر ده اتقال في ايه وليه كان مهم قوي كده، وانا كفرد ازاي اقدر احمي نفسي وممتلكاتي من التضخم للجنيه؟ بص انا مش طالب منك حاجه، هي كوبايه قهوه ولا اسبريسو كده، ولو عجبك الفيديو دوس لايك. انا محمد خالد وقهوتك وحصلني. بص انا عارف ان انا مقولش رواية تجارة انجليزي لان الاسم اتلغى خلاص، مبقاش في حاجة اسمها تجارة انجليزي، بقت اعمال انجليزي او فاكالتي اوف بزنس، ضاع المحتوى كده خلاص، مبقاش في حاجة اسمها رواية تجارة انجليزي. المهم انا اسمي محمد خالد يعني. وخلينا نبدأ نبص على الحدث اللي بنقرب منه كل يوم، هو قمة المناخ في شرم الشيخ. وزي ما شرحت لك اخر فيديو اللي احنا مهتمين ومستوعبين خطر التغير المناخي، واظن باين جدا في القاهرة اللي بيحصل اليومين دول، الدنيا غرقانة هناك، وكمان اننا بنبدأ نستوعب مبدأ الاقتصاد الاخضر والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة وقليلة الانبعاثات او صفر انبعاثات كمان، وازاي بنقدر نستوعب مبدأ الاقتصاد الاخضر وحل مشكله ندره المياه في مصر. ولكن اللي ما ركزناش عليه وهو التاثير السياسي لقمه المناخ، لان ببساطه مؤتمر المناخ ده هو جزء من خطه كبيره بتسعى لها الحكومه المصريه لتعظيم دورها السياسي في العالم. وسيبك بقى من الكلام المجعلص ده وخلينا نرجع لورا شويه بالزمن حبه كده، بالظبط وقت اكتشاف حقل ظهر او بير ظهر للغاز الطبيعي، واللي ظهر في 2015 وعلى مسافه 190 كيلومتر من سواحل بورسعيد وعلى عمق بيوصل ل 4100 متر تحت سطح البحر المتوسط. في المكان ده تم اكتشاف اكبر حقل غاز طبيعي موجود في شرق البحر المتوسط باحتياطيات مؤكده بتوصل لاكثر من 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وده كان بالتوازي مع اكتشاف حقول ثانيه، ولكن ده كان اكبرهم واهمهم. الملفت هنا ان اهتمام الدوله بيه كان لا يوصف، بجد لا يوصف. الحقل ده شاف صفر بيروقراطيه مع الدوله، يعني مفيش ورق او روتين اتاخر، بالعكس شركه اين الايطاليه لما اكتشفت البير ادت ان هو حوالي هياخد 5 سنين عشان يبدا يخش في الخدمه، قامت الحكومه جت قالت له لا انت قدامك 18 شهر بس. ايه ده ازاي ده؟ وهنا اكيد شركه ايني مش بتطنش، بالعكس هم عايزين يكسبوا منه النهارده قبل بكره، ولكن هم عاملين حسابهم ان في المتوسط الورق او الاجراءات الحكوميه بتخلص بعد وقت طويل في اي حكومه في العالم عموما، فده كان الرينج كده اللي المفروض البير ده يخلص فيه، والوقت اللي المفروض الورق ياخد لفته في الحكومه، عشان تتفاجئ بالحكومه ان هي بتخلص لها كل الورق اللي هي عايزاه بمنتهى السرعه. تخيل ان ترخيص ارض ببناء مصانع للتكرير لتجرير الغاز الطبيعي في العادي ترخيصها بياخد من سنتين لثلاثه، خلصت بالتليفون في ساعتين زي ما هتسمع كده. الارض اللي كانت بتتخصص لمشروع زي كده عشان ينشئ عليها معمل تكرير تاخد سنتين ثلاثة، اتخصصت بالتليفون في ساعتين. اتحركت معدات حفر بالالافات عشان نعمل ده، عشان نجهز البلاتفورم اللي بيقولوا عليه الخرساني اللي اتحط عليه ال المعمل اللي احنا بنتكلم عليه. الجزء ده من خطاب الرئيس كان واضح جدا ان مساله بير ظهر هو حياه او موت. مستوى الانجاز ده من التصاريح ما حصلش في تاريخ مصر كلها، ويا رب نشوفه تاني يعني. وده ببساطه لان الحقل ده بيوفر على الدوله كل شهر دلوقتي ما يعادل 10 مليار دولار انفاق على الكهرباء. الدوله كانت هتتكلف لولا البير ده بنتكلم في حوالي في السنه 120 مليار دولار عشان بس البلد تبقى منوره. البير ده لما كانش اشتغل البلد كانت هتبقى حرفيا منوره بنفسها. تخيل بقى انت ما بقتش بس قادر تشغل محطات الكهرباء، انت بقى عندك فائض في الكهرباء وفي الغاز الطبيعي وبتصدر الاثنين. وهنا بدا يظهر للدوله ان هي عندها مقومات غير طبيعيه، وان الموضوع مش مقتصر بس على تصدير مواد خام وسلع وطاقه ومحاصيل زراعيه، انا كمان عندي مقومات تخليني استقطب مستثمرين كتير يبنوا في شتى المجالات سواء كانت القديمه او الجديده، وتبدا مصر تكرر نفس تجربه المغرب في صناعه السيارات ولكن على اوسع وفي كذا مجال. اللي عنده علم بتجربه المغرب فهو يعرف ان المغرب اكبر مصنع للسيارات في افريقيا كلها، بتصنع اكتر من 140 الف عربيه سنويا، ده لو ما كانش 150 يعني، وان حكومه المغرب ابتدت بخصخصه الشركات الحكوميه وبيعها لمستثمرين اجانب فرنسيين زي رينو مثلا، ومع الوقت قدر المغرب يتوسع في صناعه السيارات ويستقطب اكبر عدد من المستثمرين ويبني اكتر من مصنع لتجميع وصناعه السيارات ويهيئ البنيه التحتيه، لحد ما وصل للمغرب مستثمرين من كوريا الجنوبيه واليابان وامريكا وفرنسا والهند وغيرها. كل دول مصنعين جم يصنعوا في المغرب مستلزمات صناعه السيارات عشان تبقى واقفه عليهم بتكلفه ارخص، ده غير ان اغلب الانتاج بيبقى تصدير لاوروبا لان اوروبا بينها وبين المغرب يعني فرده كعبه حرفيا، وده طبعا غير التصدير لافريقيا، وده حصل على مدار سنين
سنين كبيرة من الصرف والتطوير والبنية التحتية وإنشاء مواني ضخمة على البحر المتوسط والربط ما بينها من خلال سكك حديد فائقة السرعة بطول الساحل المغربي كله. يا ترى بنشوف الكلام ده فين دلوقتي؟ فين يا ترى؟ فين؟ المهم ان انا عايزك تحط التجربة المغربية دي في دماغك بس على جنب كده، لان الدولة المصرية بدأت تتوسع اكتر في نظرتها لنفسها وطموحها يكبر، لان هي عندها مميزات كتير. الاولى وهي الجغرافيا، موقع ممتاز تركب منه اي مواصلة لاي حتة في الكوكب. الميزة التانية وهي الموارد الطبيعية، ودي مش هيكفيها 10 حلقات واكتر كمان عشان نتكلم عليها. والميزة التالتة وهي العلاقات الدبلوماسية. مصر من الدول القليلة في العالم اللي تقريبا ملهاش اعداء، او اعدائها لا يذكروا مقارنة بكمية العلاقات الدبلوماسية الكويسة مع باقي دول العالم، وده بيسهل ميزة ان ابدا انشئ صناعات محليه عندي واستقطب مستثمرين من جميع انحاء العالم، لان انا علاقاتي مع الدول بتاعتهم وحكوماتهم كويسه، ودي مش هتكون مجرد صناعات تقليديه، انا عندي فرصه ان انا اركز على صناعات المستقبل، منها مثلا صناعات او قطاع صناعه الهيدروجين الاخضر. يطلع ايه الهيدروجين الاخضر ده؟ ده يا سيدي مصدر طاقه نظيف وخفيف كده، حاجه كده تقدر تشبهها بالغاز الطبيعي ولكن مش احفوري، ده متجدد وصديق للبيئه وصفر انبعاثات، وهو عباره عن عمليه كيميائيه بيمر من خلالها تيار كهربي بيفصل جزيئات الاكسجين والH2 اللي موجوده في الميه، ومن خلال التفاعل ده بيقدر يطلع لنا مصدر للكهرباء. يعني انا حرفيا بعامل المية كأنها بنزين او وقود ولكنه متجدد وصديق للبيئة. اهي مصر بقى هدفها دلوقتي تأسيس لصناعة الهيدروجين الاخضر عشان يكون اساس لقواعد الصناعة اللي جاية في المستقبل، وفعلا بدأنا نشوف الحاجات دي على ارض الواقع. هدف الحكومة ان هي تستخدم الهيدروجين الاخضر بنسبة توصل ل 42% من انتاج الكهرباء، وده هيتم من خلال 3 تحالفات عالمية واقامة مشروعات لانتاج الهيدروجين الاخضر في منطقتين في العين السخنة وبورسعيد. واكيد يعني مش محتاج اقول لك اشمعنى منطقتين بالذات، لان العين السخنه وبورسعيد وقناه السويس مناطق مهمه جدا لوجستيه، وفي المستقبل هتكون مناطق للصناعه والتخزين اللوجستي واقامه مخازن لوجستيه للتوزيع لكامل الشرق الاوسط، زي ما بتعمل مرسيدس دلوقتي في الارض اللي خدتها في العين السخنه، بتنشئ هناك زي مستودع كبير كده لوجستي لتوزيع منتجاتها لكامل المنطقه سواء في الخليج او في افريقيا، وده لانك ببساطه على موقع مهم جدا وهو اهم ممر مائي في العالم قناه السويس. ولكن تعرف بقى ايه القطاع اللي شغال بقاله 7 سنين وعامل نجاح كبير جدا دلوقتي؟ وببساطه صديقي قطاع الانشاء والتعمير، القطاع اللي حرفيا بيبني البلد كلها بمشاريعها، حتى المشاريع اللي احنا قلناها دي، وان هدف من اهدافه هو هدف بيئي وهو تقليل عدد السكان في المناطق المحجوزه قوي في مصر دي، بحيث ان هو يعمر الصحراء ويوسع الاماكن ويبني مدن جديده ونظيفه. القطاع ده لوحده بيشغل في مصر حوالي 6 مليون عامل، يعني بنتكلم في حوالي 25% من اجمالي القوى العامله في مصر. قطاع الانشاءات مهم بشكل كبير لانه مش بس بيأسس لكل مشاريع مصر، سواء كانت الصناعات الثقيله زي الرمله السوداء مثلا او مصنع الرمله السوداء، او حتى الصناعات العاديه زي الغزل النسيج، لا ده كمان مسؤول عن توفير السكن اللازم للشعب وتوفير الطلب لسوق العقارات واستغلال الاراضي الصحراويه اللي بالكوم في مصر محدش عارف يقرب منها. ده غير بقى انشاء اسواق ومحلات تجاريه ومولات وتجمعات عمرانيه وانشاء عدد كبير من البشر بيتعامل على مساحه كبيره وحركات وبيع وشراء، يعني تدوير العجله الاقتصاديه. من قبل 2010 كلمه ازمه السكن كانت بسيطه ان انت تسمعها كتير، لان العرض ما كانش موفي للطلب، ده غير اللي كان بيشتري شقه في عماره وتقع عليه وليله كبيره قوي، وما كانش فيه استغلال للمساحات الواسعه زي دلوقتي، لان ببساطه الدولة ما كانتش مهتمة اساسا ان هي تجعل اراضي صحراوية ليها ميزة كبيرة وتمد فيها بنية تحتية ومرافق. ولكن شكل سوق العقار دلوقتي اختلف تماما. النهاردة بقينا نشوف توسعات عمرانية ومدن جديدة بتظهر في كل حتة في الجمهورية تقريبا، بمواصفات عالمية ومدن اتأسست صح عشان تستوعب العدد الكبير من البشر. غير كده ما تنساش يا صديقي ان العقار في الاستثمار هو الابن البار، يمرض ولا يموت، وملجأ لاي حد مش بس المستثمرين من التضخم. اغلب الناس اللي ملهاش قوي في حوار الاستثمار واللي خايفة على فلوسها ان هي تضيع بسبب التضخم اللي عمال بيعلى في البلد بسبب الازمات، يعني دايما بتجمد فلوسها في هيئه عقارات، لان العقار حتى لو ما جابش ثمنه قدام فهو حافظ لقيمه الفلوس اللي اتحطت فيه، وده اللي بيوفره لك راعي حلقه النهارده وهي مجموعه الغنيمي. الغنيمي هو اكبر مطور عقاري في اسكندريه كلها، والناس دي جايبينها من الاول خالص، من البدايه سنه 77 في تجاره الحديد المسلح والاسمنت ولحد انشاء شركه فالوري للاستثمار العقاري، واللي تحت ايديها مجموعه واسعه من المشاريع الاستثماريه في اسكندريه كلها، منها مثلا مشروع صواري اللي بيتم بالشراكه مع وزاره التعمير والاسكان تحت اشراف الهيئه الهندسيه، هو يعتبر من اكبر واهم المشاريع العقاريه للغنيمي دلوقتي، لانه مش بس بيوفر مستوى عالي من الخدمات والمرافق، لا ده بيركز على تعمير منطقه مهمه جدا في اسكندريه وهي منطقه اسكندريه الجديده او ما يعرف باسم الداون تاون الجديد، يعني على مساحه 417 فدان ظهر كارفور وقريب جدا من نادي صواري. اللي بقى بيميز المشروع ده بعيد عن الخدمات اللي بيقدمها وهو موقعه المميز، موقع قريب جدا من تقاطع الطريق الساحلي مع طريق مصر اسكندريه الصحراوي، وفي ظهر كارفور وعلى خطوات من طريق الساحل الشمالي وبرج العرب والعجمي، يعني من هناك تقدر توصل لاي مكان، تطلع من كارفور ناحيه قلب
اسكندريه كده عادي في وسط البلد، وتطلع من تحت من عند طريق مصر اسكندريه الصحراوي لحد القاهره، ومن فوق تطلع لحد برج العرب والعجمي والساحل. المنطقه دي من الارض فعلا كانت محتاجه انها يتم عليها مشروع استثماري محترم، وده اللي بيخليه مش مجرد عقار حافظ قيمته، دي فرصه استثماريه مهمه جدا في ارض هتكون كمان سنتين ثلاثه مهمه جدا في قلب اسكندريه، بالذات وقت التضخم اللي عمال ياكل من قيمه العمله قصاد مقدم 10% وتقسيط على 7 سنين. ومع تقديمك في اللينك الموجود تحت الفيديو وتسجيل بياناتك هيتابع معاك مستشار عقاري يتابع معاك كل حاجه حرفيا. وافتكر دايما ان العقار هو الابن البار. نكمل دلوقتي، احنا اتفقنا ان الدوله بقى ليها نظره مختلفه لمواردها ونفسها عموما، وبقى في شبه نظره مستقبليه كده. تمام يا عم، والهدف دلوقتي هو جذب استثمارات اجنبيه، ولكن ده هنعمله ازاي واحنا البيروقراطيه عندنا جامده قوي الصراحه، وكمان ما نتوصلش في حوار الروتين ده، وده ما ينفعش خالص بالذات مع المستثمرين اللي جاي يستثمروا في قطاعات الناشئه والجديده والمتطوره. وهنا اطلقت رئاسه الوزراء حاجه اسمها الرخصه الذهبيه، ودي عباره كده عن محفز اقتصادي لجلب الاستثمارات الاجنبيه والتسهيل عليهم اكتر. بتاخد الرخصه دي من الهيئه العامه للاستثمار منك للحكومه على طول يعني، وبتمنح للشركات اللي بتاسس مشاريع استراتيجيه مهمه وبهدف تنميه الدوله ومشاركه القطاع الخاص في اعمال البنيه التحتيه والمرافق، خطوه من ضمن الخطوات زي الاصلاح الضريبي اللي هدفها جذب المستثمرين اكتر. وهنا انت ممكن تسال سؤال مهم، طب ايه علاقه ده بمؤتمر المناخ؟ برضو افهم، لو جيت تركز على القطاعات اللي بتدعمها الدوله دلوقتي هتلاقي قطاعات فريندلي للبيئه، او هي قطاعات طاقه للاقتصاد الاخضر زي الهيدروجين والامونيا الخضراء، والامونيا دي نتيجه تفاعل النيتروجين اللي بيجي من الهواء مع الهيدروجين الاخضر بيطلع لنا امونيا صديقه للبيئه، ودي تعتبر اهم كمان من الهيدروجين الاخضر. ودي طبعا طريقه جديده لانتاج الامونيا بعيدا عن الطريقه القديمه اللي كانت بتستخدم فيها الغاز الطبيعي والوقود الاحفوري عموما. والامونيا شيء مهم جدا ولا غنى عنه في الاسمده الصناعيه وصناعتها، من غيرها ما يكونش في اسمده ولا يكون في زراعه. والامونيا في منها انواع كتير وده مش وقته يعني. ومن ضمن خطه الحياد الكربوني اللي توصل يعني لصفر انبعاثات على 2050، صرحت وكاله الطاقه الدوليه ان الامونيا الخضراء لازم تشكل 45% من الطاقه المستخدمه في الشحن البحري، وانها تكون هي والهيدروجين الاخضر اساس للنقل البحري. نسيب بقى فرصه زي دي تضيع من ايدينا ولا نشتغل عليها من دلوقتي؟ ده انا عندي اهم ممر مائي في العالم، وبخطط ابني على الاراضي اللي حواليه مراكز لوجستيه لخدمه السفن. هات لي يا ابني الامونيا والهيدروجين الاخضر من هناك، دول خلينا نشوف بيقولوا ايه. وبدات فعلا خطه في جعل الاراضي المصريه مركز اقليمي لصناعه الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء، وصلت لتوقيع 15 مذكره مع اطراف وشركات اجنبيه، زي توقيع مذكرات تفاهم مع شركه رينو باور الهنديه واللي هيوصل استثمارات بقيمه 8 مليار دولار هيخشوا البلد، ومذكرات تفاهم مع شركه ستاكس النرويجيه بتوصل قيمه استثماراتها ل 5 مليار دولار، ومذكره تفاهم مع شركتين زيرو ويست واي دي اف باستثمارات 3 مليار دولار. الاتفاقيات دي مكسب كبير جدا للاقتصاد المصري، لان دي مش بس مجرد فلوس جايه من بره، لا دي جايه تعمر عندك صناعه العالم كله لسه بيروح ليها، فانك تستعد من دلوقتي ده هيوفر عليك مجهود كبير جدا قدام. انت بتحول اعتماداتك في مصادر الطاقه على اعتمادات البيئه او الطاقه النظيفه، مع ان انت عندك غاز طبيعي وربنا رزقك بيه بكميه كبيره جدا والعالم كلها بتقطع بعضها عليه، ولكن لا انا هسبقكوا في المجال اللي انتوا رايحين فيه، وده اصلا غير الاستثمارات في مجالات الطاقه الشمسيه والرياح اللي وصلت اجمالي الاستثمارات في الاثنين للسنه دي او السنه اللي فاتت يعني حوالي 4.4 مليار دولار، وده من خلال انشاء شراكات مع شركات زي اكوا باور وتحالفات كبيره ضمن شركات زي سيمنز الالمانيه وشركه جاماسكا ومصدر وايما باور، وده كله مترجم لمشاريع موجوده على ارض الواقع. مشاريع الطاقه الشمسيه كتيره جدا مش هنقعد نذكرها يعني، ولكن يكفينا اقول لك ان الانتاج المصري من الكهرباء اللي بيوصل من خلال الطاقه الشمسيه بيوصل دلوقتي لحوالي 4.5 جيجا وات في الساعه الواحده، وده معناته ان مصر رفعت اجمالي الطاقه اللي بتولدها من الطاقه الشمسيه من 2020 ل 2021 بنسبه 20% زياده. تخيل بقى ان مشاريع الطاقه الشمسيه دي وفرت اكتر من 10 ملايين طن من الانبعاثات كانت طالعه مكانهم يعني. انت خدت 10 مليون طن من الانبعاثات من ثاني اكسيد الكربون ومعناتها تماما. انت مش بس بتخلق طاقه جديده، انت بتحمي البلد من مصيبه هي رايحه لها برجليها، واظن التغير المناخي عامل معانا شغل كبير جدا يعني. وهنا ممكن تسال سؤال بسيط، الله هو اشمعنى كل الاهتمام ده بمصادر الطاقه يعني؟ وايه علاقه ده برضه بمؤتمر المناخ؟ وده سؤال جامد. خلينا بقى نفتح الزوم شويه كده ونبص على شكل العالم دلوقتي عامل ازاي، ونشوف العالم كله بيعاني وبيصوت من ايه؟ الله ينور عليك، مصادر الطاقه. مظاهرات في كل حته في اوروبا بسبب نقص في امدادات الغاز والوقود وامدادات الطاقه اللي بتوصل المصانع ونقص في سلاسل التوريد، يعني بسبب المشاكل اللي بتحصل في المصانع البضاعه مش عارفه توصل السوق. تخيل ان في دوله زي فرنسا بلد توتال، في بنزينه كان واقف عليها طابور بطول 2 كيلو من العربيات، كل ده عشان يمولوا بنزين بس. ويا ريت على كل ده هو سعره رخيص، لا ده سعره عالي جدا وهو السعر الرسمي بتاعه سعر التكلفه الاساسيه وكمان مش موجود، وده طبعا كان تاثيره رهيب جدا على اليورو اللي اول مره في تاريخه ينزل على الدولار، اول مره نشوف قيمه اليورو تبقى اقل من قيمه الدولار، وده بقى كله اساسه والهاجس بتاعه وهو نقص في مصادر الطاقه، وان مصادر الطاقه اللي بيستخدمها العالم دلوقتي شبه محتكره من قوى الشرق، سواء كان الغاز الطبيعي اللي في ايد الروس واللي قطعوه دلوقتي او بيقطعوه، او حتى النفط اللي كان في ايد الخليج واللي قطعوه من حوالي 49 سنه سنه 73. الغرب دلوقتي كله عنده هاجس لتوفير الطاقه المتجدده، وده الهدف بتاعه دلوقتي في المؤتمر المناخي اللي جاي كوب 27.
27. العالم كله بيحاول يتعاون عشان يلاقي حل لأزمة الطاقة اللي موجودة في العالم دي، ويكسر احتكار الطاقة بمصادر جديدة متجددة ما تكونش في ايدين حد بعينه. وهنا احنا بنحاول نسلط الضوء على نفسينا اكتر من خلال استضافة المؤتمر عندنا، وتسليط الضوء على الاستثمارات في البنية التحتية لمصادر الطاقة المفيدة للبيئة، وانك تبقى دولة من الرواد في الصناعات دي وتقود بقية الدول التانية، ويبقى موقفك السياسي اقوى، مع انك انت عندك غاز طبيعي جوه. بس لا، انت انا عايز امشي في نفس الطريق ده. وده هدف واحد من ضمن اهداف كتير للدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ عندها، وهي ان انت تقدر تبني لنفسك مكانة مستقبلية اقوى من دلوقتي. ميزان القوة دلوقتي بيتأرجح جامد، وكافة القوة بتتنقل من الغرب للشرق من جديد. لعبة الكراسي الموسيقية بدأت، والكل بقى عنده فرصة انه يغير كرسيه لكرسي اكبر. وده هدفنا من دلوقتي، اللي احنا نحقق لنفسنا مكانة كبيرة، وانما قوة اكبر من الاول في المنطقة، وان الدور المصري يتعاظم على مستوى العالم. انا عارف انه يبان كلام كبير، ولكن ده اللي بنخطط له دلوقتي. حقي انا وانت نحلم ان احنا نبقى كبار. حابب اقول كلمة اخيرة صديقي، ان كل اللي بيحصل ده في مصر مش انجاز، دي حاجة ضرورية كنا مفروض نعملها من اكتر من 45 سنة فاتوا. لو كنا قدرنا نبني خطة اقتصادية وبنية تحتية واسعة لسنين كبيرة قدام، ونجمع استثمارات اجنبية، وننشئ تجمعات عمرانية في الصحراء ونغذيها بالبنية التحتية، كل ده لو كان حصل في السبعينات كان زمانك دلوقتي بتنافس دول زي الهند والصين على الزعامة، وتشوف مين فيكو عنده تكنولوجيا اكبر. تخيل بقى. ولكن اللي حصل العكس، بل بقى عند الشعب المصري فكرة كده ان الفهلوة والشطارة والسبوبة هي الطريق، وان فكرة انت تشتغل بجد دي لفترة طويلة ما بقتش موجودة قوي او مش محفزة من زمان. ولو انا بقول كلام غلط، ارجع شوف الثقافة المصرية والسينما والمسرح والحاجات دي كلها موجود فيها ايه. وده على فكرة كان خطأ من الطرفين، من الدولة والشعب، ومن الدولة اكتر كمان. الدولة اللي فضلت تدي في مسكنات للشعب وتتغاضى عن مصيبة كبيرة بتكبر مع الوقت. وبرده مشكلة الشعب اللي هي برده كانت نوعا ما صغيرة، ولكن برده تظل مشكلة وعبء كان عليه، ان هو كان لازم يؤمن بالتنمية. وياريت المسكن ده حتى كان نافع. لو كان نافع ما كانتش حصلت 2011، لحد ما بدأ اليوم وبطلنا المسكنات وبدأنا نتعامل مع الورم ونستأصله. طبيعي يكون الموضوع مؤلم، لان مفيش حاجة بالساهل. الصين اللي انت شايفها دلوقتي تنين اقتصادي جبار مخوف العالم كله، فضلوا يشتغلوا على نفسهم 35 سنة من غير راحة. ولو ناسي الصينيين اللي كانوا بيخبطوا على بيوتنا زمان بشنطة قدهم 3-4 مرات جايبينها من اخر بلاد المسلمين لحد باب بيتك، افكرك الناس دي شافت مجموعة كبيرة جدا من الشقة والشغل على سنين كبيرة جدا اكبر مننا، لان النهضة بتتعمل في عشرات السنين. اما بالنسبة لنا الموضوع بقى حياة او موت. انا مش لسه هستنى 20-30 سنة عشان احقق نهضة. اللي في ايدي بحاول اعمله، واللي هيقدر يخلص في 5 سنين اخلصه في سنة هعمله في سنة. احنا حاليا بنسابق الزمن، لان الشعب مش هيقدر يستحمل اكتر من كده. صدقني صديقي، مفيش حاجة بتيجي بالساهل، وخلي بالك هي مش هتيجي غير بالطريقة دي، اصل ملهاش طريقة تانية. حتى لو جه اي حد تاني مهما كان مين، وانا ميفرقش معايا يجي او ما يجيش، هو ما قداموش غير حالتين، يا اما يكمل بنفس المنوال اللي احنا شغالين بيه دلوقتي، يا اما هيرجع تاني للمسكنات والمصيبه تبقى مصبتين. مفيش حد تالت هيجي يقلبها جنه، هي طريق واحد. عايز تكبر لازم تتعب، ودي قاعده الحياه عموما. انا مش جاي اقول لك حاجه جديده عشان بس ما تخليش حد تاني يضحك عليك ويقول لك ان في بديل تالت. لا، هي ملهاش بديل تالت. واسال اي حد بيفهم يا عم عني، انا بسيدي ما بفهمش حاجه. وبقول لك تاني صديقي، الموضوع صعب على الكل، والله العظيم على الكل يا عم. بس اللي بيحصل دلوقتي ما حصلش من اكتر من 45 سنه، ممكن اقول اكتر من 50 سنه كمان. ولكن لو جيت تسالني انا، على الاقل اقول لك ان هي تستاهل. عشان تاني اقول لك، ما تسيبش حد يضحك عليك. الناس دي ولا فاهمه بربع جنيه في اقتصاد ولا تنميه ولا بيزنس ولا فلوس ولا حتى ملفات امنيه. لما يبقى فاهم الشخص ده يبقى تعالى كلمه. ولو وصلت للنقطه دي يبقى انت راجل محترم جدا جدا يعني. ادينا بقى واحد اشتراك كده، عايزين نوصل 200 الف. وببص على الفورم اللي موجود تحت او اللينك الموجود في الديسكربشن، هيعجبك جدا يعني. وبس كده، سلام.